حض 88 ديمقراطيا في مجلس النواب الأمريكي الرئيس جو بايدن على النظر في وقف إمدادات الأسلحة لإسرائيل، مؤكدين أن القيود التي تفرضها إسرائيل على تسليم المساعدات الإنسانية ساهمت في كارثة إنسانية غير مسبوقة، مطالبين أن أي عقبة أمام إدخال المساعدات إلى غزة تعرض للخطر إمكانية حصول تل أبيب على المزيد من المساعدات الأمنية من الولايات المتحدة.